السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل كيطمح أنه يكون عنده جسم رياضي ولائق بدنيا وكيمشي يتسجل في صال وكيبدأ يدير التمارين الرياضية، لكن ما تعرفش بأن كاين فرق كبير ما بين الانضباط والاستمرارية ولا لا موتيفاسيون. ممكن أنه يتموتيفا في لحظة معينة وكيهز الساك ديالو وكيمشي يتسجل في صال، لكن مع المدة لأنه ما كيحبش راسو بشكل يومي وما حدش لوبجيكتيف تاعو من الرياضة، فقط بغا يكسب جسم تاعو، يعني أول عقبة كيصطدم بها كيأبوندوني وكيسيبو العكس وتيتخلى عن التمرين تاعو. كم من واحد كيجي كيتسجل في مسار لكن شهر شهرين ما كيوصلش لوبجيكتيف تاعو تيأبوندوني. لا بد من الاستمرارية والإصرار على النجاح هو اللي غادي يخليك أنك توصل للهدف تاعك في أي مجال، سواء المجال الدراسي والرياضي والمهني والعائلي. الإصرار والمثابرة هو المفتاح تاع النجاح في الحياة. يولي أبطال، الجواب هو أنه ما كايناش طريقة سحرية اللي هي مضبوطة تبع 1+2=3 باش تنجح وتولي بطل. كل واحد عنده الظروف تاعو، كل واحد عنده الدوافع ديالو اللي غتخليه باش يولي بطل. اللي يمكن لك تأمن به هو أنك تخطط لوبجيكتيف تاعك، أي يعني تحدد الهدف ديالك وفين باغي توصل، ثم أنك تصبر وتثابر وما تخلاش على لوبجيكتيف تاعك. هذا هو اللي غادي يخليك أنك تولي بطل وتوصل في الحياة. فإلا شفنا الأبطال كل واحد عنده قصة تاعو، ما يجي تا واحد يقول لك لا دير هادي وهادي وهادي. أي مجال كل واحد عنده ظروفه، كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده الدوافع تاعو. ما كاين تا شي واحد اللي عنده اللي وصفة سحرية أنه يتبعها اللي يصلح لهذا ما يصلحش للآخر. فواحد يعاود لك التجارب ديالو وتبعها ما غاديش تنجحك، ممكن أنها تحفزك ولكن الطريقة ديالو ماشي بالضرورة أنها توصلك الهدف تاعك. انت عندك حياتك الخاصة، عندك الظروف ديالك الخاصة، آمن بهم واشتغل وتصابر غادي توصل. أما باش يجيبوا لك واحد دير هادي وهادي وهادي وهادي، خاصة في المجال اللي بغيتي تنجح فيه، فكل واحد عنده الحياة تاعو الخاصة. تحية لكم.